البنات جبت لكم اليوم عصير ديتوكس للريجيم، كيحرق الدهون كيحيد الكرش البنات في واحد المدة اللي هي سريعة وبطريقة صحية. هذا الفيديو هذا راه بتعاون مع قناة بهاء الودغيري، هي غادا تجيب لكم كوكيز بالشوفان توا ديال اصحاب الريجيم وصحي. وكنت تقول لكم الا بغيتو تمشيو تشوفوا القناه ديالها، غنخلي لكم لو ليان ديالها هنايا او صوره هنايا في الاخر ديال لا فيديو. بهاء ودغيري القناه ديالها فيها غير فلوغات وفيها يعني فيديوهات لي ديال الخراجات. هاد بهاء الودغيري فايته دايره مع عمال، راه غادي تكونوا تتعرفوها الا ساليتو من عندي. سيروا شوفوا الكوكيز اللي غادا دير لكم بالشوفان، راه حتى هو صحي ومفيد. الا ساليتو من عندي لا فيديو، سيروا شوفوا لا فيديو ديالها ودعموها واشتركوا عندها وقول لها حنا جينا من عند عالم سناء. نخليكم مع لا فيديو ما نطولش عليكم. المشروب ديال الريجيم او المشروب ديتوكس للريجيم باش كيحرق الدهون وكيحيد الكرش. وهذا المشروب هذا انا الصراحه هو اللي ما كيخطانيش، دابا عاد رديت البال علاش الكرش بزاف ما عنديش. هذا المشروب انا تيعجبني بزاف، كنكون غير باكا وكنحطو حدايا وكنبدا كنشرب، ما كيخليش الكرش البنات بالنسبه اللي عندهم الكرش من ورا الولاده ولا. الصراحه زوين. بالنسبه للليمون او الحامض كيف كتعرفوا راه كنستعملوه بزاف، عنده استخدامات بزاف في المطبخ. كان نكهو به بعض الأطعمة، كان نستخدموه كان نظفو به الدجاج باش نحيدو منه الرائحة. راك عارف كيف كانوا كيستخدموه الناس ديال شحال هادي، وباقي حنا كنستخدموه كننظفو به الدجاج. وكيستخدم في بزاف المواد او وصفات اللي هي جماليه بالنسبه للبشره ولا الشعر ولا خساره الوزن. دابا غادي نقول لكم فوائد ديال الليمون مع النعناع للريجيم. بالنسبه لليمون بالنعناع للريجيم كيخلص الجسم والامعاء من خاصه من السموم، يعني السموم اللي كاينه فيها. كينقص الوزن بواحد الشكل سريع وصحي، وكيقلل النسبه ديال الدهون والشحوم من الجسم. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نديروا ليه، غنوريكم. انا كنديروا الا عندكم كتر ديروا كتر، انا مابقاش متوفر عندي بزاف. كتحطوا النعناع هكا وكتضيفي عليه السيترون. الصراحه البنات هذا ما خصوش يخطاكم من الدار، الماء ديال المعدني يعني اما ماء مغلى ولا ماء معدني. البنات ما ديروش الماء ديال الروبيني، ماء مغلى ولا الماء المعدني من الاحسن تغلي الماء. انا هنايا مغليه الماء ودرته، كندير عليه بعض شويه ديال التلج. هذا البنات انا كان ديما عندي في الدار، ديما عندي في الدار هذا المشروب هذا. كنحاول نخلط واحد شويه بحال هكا باش، وكتخليه كتخليها البنات واحد شويه بما طلق هذاك السيترون مع الحامض، ومن بعد عاد كتشربيه. هذا المشروب البنات هذا غزال بزاف بزاف بزاف، زعما شي حاجه زوينه. ما نعاودش لكم، هذا قلت لكم كيحيد الكرش البنات، كيحيد الكرش. و مره الا قدرتوا ديروا معاه دوك السكينجبير طري، تقدروا تضيفوه معاه حتى هو كيجي زوين. حتى السكينجبير راه كتعرفوا حتى هو الفوائد ديالو، حتى هو كيحرق السموم وكيحرق الدهون وكيحيد حتى هو الكرش، تقدروا تضيفوه معاه. انا ما تنقدرش على السكينجبير، بالنسبه لكم نتوما بغيتوا تحيدوا الكرش وبغيتوا تضعفوا ضيفوا معاهم السكينجبير البنات، يكون باللغه الدارجه يكون عرق، فهمتوا البنات. وهذا المشروب هذا غنقول لكم ملي تفيقوا الصباح قبل ما تفطروا تشربوا منه، لكتو دايرين كاس داك الكبير كبوا كاس وشربوا كاس على الريق نص ساعه قبل الماكله، تشربوا من هذا المشروب هذا عاد تفطروا يوميا كل صباح كاس على الريق تشربيه بعدا. ومن بعد ملي تكوني جالسه هكا
تشرب شربو يعني ما عبالك بغات تشربي الماء شربي هذا، فما تبغي تشربي الماء شربي هذا. بنات كيف قلت لكم هذا كيف يسالي لكم، عاودوا ديروا واحد اخر. زعما الطريقه جد سهله وعمليه جد سهله وسريعه. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم دعموني باللايكات ديالكم واشتركوا في القناه بالنسبه للناس الجداد اللي باقي ما اشتركوش عندي في القناه. وركوا على داك ابوني وركوا على داك الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد درتو انا اختي سهام، وخليت لكم راحه البال. بالنسبه للقناه ديال بهاء الودغيري غتلقاو الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. ولا بغيتوا تتواصلوا معايا عبر الانستغرام وفيسبوك وسناب شات واللوبس لايف، غادي نخلي لكم معلومات كلها في صندوق الوصف. بالنسبه للفيسبوك السناب شات اي حاجه كنبغي نديرها كنصورها لكم، ولا بحالكم كتغلوح لكم هكا شي فيديو وكنكون شي بلاصه كنعلمها لكم في سناب شات كتعرفوني. المهم الاخبار ديالي كلها كتعرفوها في سناب شات، الا بغيتو تشاركوا عندي ديروا سنابيلا. غتلقاو ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.